موقع أنا السلفي. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى. سورة الصف سورة مدنية، آيتها 14، اسمها سورة الصف. ونلحظ أن السورة بدأت بالأمر بالجهاد في سبيل الله ونصرة الدين في قوله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، وختمت أيضا بالأمر بنصرة الدين: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فالسورة تدور حول نصرة الدين، وجاء الصف رمزا للوحدة بين أفراد الأمة ورمزا لجهادها ونصرتها. المحور الرئيسي للسورة نصرة الدين، وهذا أمر مهم في حياة المسلم ولا ينبغي له أن يغفل عنه أو يفرط فيه. أما مواضيع السورة فأولها ذم مخالفة القول للعمل، الآية 2 و3، الثاني مخالفة الرسل وإيذاؤهم سبيل الهلاك، الآية 5، الثالث بشارة عيسى عليه السلام بنبينا صلى الله عليه وسلم، الآية 6، أفضل الأعمال عند الله الإيمان به والجهاد في سبيله، وهذه هي التجارة الرابحة، من آية 10 إلى 13، أيضا وجوب نصرة الدين، الآية 14. من الفوائد واللطائف حول السورة المباركة بيّنت أن عقوبة المعصية معصية بعدها، كما في قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فكانت هذه العقوبة من الله بسبب معصيتهم أولا. ثانيا، هذه السورة فيها انتقال الأمانة من قوم موسى عليه السلام إلى قوم عيسى عليه السلام، ثم إلى أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما في الآية 5 والآية 6. أيضا قرن الله تعالى الأمر بالجهاد مع الإيمان، لأنه سبب لحفظ الدين وحمايته. غدا إن شاء الله نبحر في تفسير آيات السورة المباركة. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.